في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقلعت طائرة نقل عسكرية إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية. يأتي ذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل أشقاء في دولة جنوب السودان، وتأكيدا على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية وتقديم الدعم والتضامن الكامل لتجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف، وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة.